مساء الخير بابا. مساء الخير. تأخرت وقلقنا عليك هواية. شت رايد اختلي ويا نفسي شوية. عشيت؟ لا أشكرك بابا ما أقدر. تحب نسوي لك فشي سريع؟ استغفر الله بابا، أنت منتظرني كل شيء ما أقدر. لا بس القراية أخذتني و تأمر شيء؟ لا تفضل ابني، تصبح على خير. أنت من أهل الخير. حميدو منو؟ إسراء منو؟ لا غلط. ها ميادة إجا؟ خيرا، اكو شيء؟ لا دكتور ماكو شيء. المحاضرة كلها ما كنت ويانا، جيت متأخر، اكو شيء؟ تريد اساعدك؟ لا دكتور ماكو شيء، بس مسألة خاصة بي شوي. على العموم، ما أحب أشوفك ما مركز. السنة ما بقى شيء على نهايتها. بعدين أرجو أن مستواك ما يقل، ولو كل المؤشرات ما مشجعة. دكتور نزار عنده نفس الملاحظات، تتأخر وما تركز. بعدين جماعتك كلهم سلموا البحوث وانت بحثك لا. انا اسف دكتور، ان شاء الله باكر يمك. يا ريت، ترى وراك دراسة ماجستير، يعني معدل لازم ممتاز. ان شاء الله دكتور. تفضل. شكرا. يا اهلا. قل لي شهادة الدكتور ليش ما مركز؟ مو مشكلة. بابا ايش قال البارحة لما طلعنا؟ قال مجنون بس شريف ويحبك. أنت سويت ويا أبوك؟ يعني طبيت لقيته قاعد يقرأ ما حاجته كل شيء. الحمد لله. لأنه أنا بقيت قلق عليك. ردت أخابر بس قلت لا، خاف بعد ما وصل البيت. يعني ما اعرف ايش راح اسوي ويا ابوك. يعني راح تفاتحه مره ثانيه بالموضوع؟ ما اعرف. انا هاليومين ما اريد اصطدم وياه. هسه هو حاليا صدره مفور ومتحمل علي. وبصراحه يعني ما اعتقد يقبل مناقشه. هاي اذا ما حرجني مره ثانيه. على كيفك. حاول تفهمه بهدوء. مهما يكون فهو والدك. أعرف بس هو ناسي أنا ابنه. طول عمره يعاملني عبالك أني ند إله. أنت لسانك طويل. يمكن. على فكرة أبويا كان صحيح وموافق البارحة، بس كان محرج لأن كان المفروض يجي والدك ووالدتك، لأن هي هاي الأصول. باهر حاول تحل مشاكلك. أعرف. زين من البارحة استقبلني. أنا توقعت راح يطردني. بس صدقيني رفل، أنا جيت على مود حتى أحسن الموضوع ولو ويا نفسي على الأقل. صحيح كانت طبتك علينا كلش حلوة، بس أنت حرجتني هواية قدام أبويا. يعني ورا ما طلعت وسديت الباب إجاني للغرفة وكان كلش محرج. أنا آسف، ما كان ممكن أسوي غير اللي سويته. رفل من طلعت من البيت حسيت محتاجة أشوفك، محتاجة أقعد وياك، أبرهنلك على حبي. أجيت. عموما أنا كنت كلش فخورة بيك، يعني فرحانة لأن يعني أول مرة أشوفك هالشكل. شفتك مثل الطفل المخبوص يعني. بس تدري تخبل وانت جاد.
بسيطة، تقلدين علي؟ البارحة كتبت لك هواية أشياء، يعني كنت دائما أني قلقة بنومي يعني، بس البارحة البارحة نمت وأني مطمئنة لأن أكو رجال وراي. وقبلها كنت هاي شبيك؟ أنت ليش تفكر هالشكل؟ اسمعني، أنا من عرفتك لحد الآن شد أصورك فد واحد مدلل، يعني لا تحل ولا تربط، بس البارحة لا كنت تخبط. تخبط؟ تعلمي حكي أول مرة. زين تجي نسوي مثل الأفلام الهندية؟ أي عافية، والجماعة هنا يذبون علينا باودر ملون. قصدك طابو ونتزوج بالمستشفى ونخلف كارتونة أسبرين. على كيفك عقل عاد من ذاك العالم شو يقولوا؟ وأنا من يوم عرفتك لي هسه بقى عندي ذرة عقل. لا تذبها براسي، أنا من عرفتك ماكو براسك ذرة عقل. شنو؟ كل شيء مفتوح. طبعا انت كل شيء مفتوح. السلام عليكم. هلا هلا. وين البارحه؟ كانت عندي ملحمه. عاد انت ملاحمك ما تخلص. خبرنا عليك البيت اكثر من مره قالوا مو موجود. تعرف المحل خلاص؟ كملتوه؟ طبعا. لا بالله كملتوه. اليوم تجي ليه نروح نشتري بضاعه؟ لان انا مستعد اروح بتاكسي واجي بتاكسي. اخوي انت مو شركنا؟ ترى بطل، انا طقه ونص، مو ذابي اكلها براسي، شوفني فقير مو؟ ما يخالف بس لازم نروح ونرجع بسرعه لان العصر عندي شغل، ونسوي كذا غدا. شغل؟ يابا غداك علي ما يخالف. اي هسه واحنا ما معزومين؟ يلا دقوموا عاد يلا مشوا. يلا مشوا. يا عزيمه يلا. كيفت على العزيمه مو؟ وين؟ منا؟ عرفتها؟ من ابوها؟ منين؟ ما يهمني اعرف. يعني اصلا ما راح يتزوج. ما تقدر تحزن ابو باهر، ترى المساله مو بسيطه وراح تسبب لنا احراج اكثر من هذا الاحراج يا ابو ناطق. اعرف منا منو هالبنيه يجوز نقدر ناثر عليها. نص الدنيا نعرفهم ويعرفونا. اي بس يجوز مو من بغداد. همي لازم تعرف سايسة وشوف بعدين هالعصبية على يمن. هو ابنك والولد على سر أبيه. لا حارث، احنا ما سوينا هالشكل. احنا سوينا اكثر من هذا. انت رايد تمشي الولد على دربك؟ اسمع نصيحتي وانا اخوك الصغير، عوف الولد يشوف دربه، يمكن يقدر يسوي احسن من اللي سويناه. الظاهر اسلوب ناطق بالفلوس عجبك. فلوس اكثر، مضمونه ما مضمونه مو مشكله. ولو تزعل مني، مرات اتصوره هو يعرف السوق اكثر من عندنا. ابو ناطق، السوق وجه من وجوه الحياه، اذا شوه السوق شوهت الحياه. اتذكر حكايه ابويا الله يرحمه قبل 25 سنه مثل هالحكاية تقريبا. كل جيل أبو باهر يجي ويجيب أسلوب حياة جديدة وياه. هذه نظرية التطور اللي كنت تسولف بيها أيام الشباب. باهر ما جاب شيء جديد ولا ناطق، ذولا نتائج مثل ما احنا كنا نتائج. حاول واثق. لا انا اعرف نفسي ما اقدر، بس اريد اعرف يعني شو تقصدين انه اخذ حصه اكبر؟ شنو مصلحتك؟ يعني ما تعرف؟ يعني اكو شك بشي. كنت اصورك اذكى من هذا بهوايه. ادري، بس مهما يكون ذكائي اكو حدود ما لازم اتجاوزها. ست نازك، احنا نختلف بهوايه اشياء، ولهالسبب اذا فكرت بشيء في يوم من الايام لازم اول واحد يدري بيه على قبل ما تعرفين انت. ما خاب ظني بيك واثق، انت محترم اكثر مما توقعت. ادري. المرأة ماكو بخيالها غير تحقيق السعاده الها وللناس، ولهذا شوفها تتحمل المسؤوليه، مسؤوليه حلمها
مرات اشوفها، مرات اشوفها بين ايديها، ومرات اشوفها ابعد من الخيال. الناس دائما تدور عن السعادة وما عندها هدف غيرها، بس اكون مفارقة جدا لطيفة على الانسان اما يجعل السعادة هي هدف له، لا، لان السعادة ممكن تروح وممكن تجي. شنو قصدك؟ يعني ناوي تموتنا من الجوع؟ وداعتك لا اغديك احسن غدا. يلا قوم. وهاي البنيه ما عرفتي منو هي؟ لا، رفل وقبل. يعني منين ما منين؟ ما اعرف. هسه هو بغرفته؟ اي لا يكره. زعلان ها؟ لا ماكو شيء، بس أنا ما متعود من عندك على هيك أسلوب. على كل أنا آسف. استريح. أقدر آخذ شوية من وقتك؟ تفضل بابا. حبيت أسألك عن البنية اللي قلت لي عليها، يعني يهمني أعرف موضوعها شنو. زميله وياي بالكلية، بيت عائلة بسيطة جدا، أبوها إنسان طيب، بس بابا صدقني بنية مؤدبة كلش. من يا عائلة؟ جنقير. أكو شي عائلة؟ تعرف أبوها منو؟ صاحب كشك صغير بشارع المتنبي، اسمه قادر. شلون؟ قادر؟ بس شلون تقول ذولا من بيت جنقير؟ ما اعرف. عرفتها خلص. بس ابني، يعني احب اقول لك شيء واحد. انا ما اريد اوقف بطريقك، اعرف كل زين، بس بنفس الوقت يعني لو مختار فد بنيه غيرها، بس هذه لا. زين بابا، اقدر اعرف السبب؟ هذه سالفه طويله. ابني فكر زين ولا تتهور. مهما تكن فبت عمك من عائله محترمه، اما هذه فابوها يعني عذرني يعني انسان ما اعرفه زين، وانت هم تعرفه زين. بالعكس بابا، اصلا الظاهر الرجل جدا محترم، بعدين يعرفك ويحترمك كلش. ولهذا السبب اختارك حتى يضربني بيك. العفو بابا، بس الرجل ما اعتقد يفكر بهالطريقه هاي. عموما اني حذرتك، فكر زين واعرف كل زين انت منو هي منو، وهاي العلاقه لازم تنهيها. بابا انهيها شنو؟ اني احبها. مو قضيه ابني، مو قضيه، كل سهله، لان هي مثل ابوها. بابا شلون ترفضها انت لحد الان ما شايفها؟ لان ابوها قادر، لا هو من مستوانا ولا احنا من مستواه، وفهمني زين وتصبح على خير. صلاح. نعم استاذ. اريد عنوان بيت هذا الشخص. نعم. عنده محل صغير بشارع المتنبي. نعم. اريد اليوم العصر. اليوم الظهر اطلع واسال عليه استاذ. لا، اريد هسه. تفضل استاذ، عن اذنك. تفضل. توقعت تصير مشكلة. هو رد حجة، اللي بيناتهم قضية عمل وبس. لا، أكبر من هذا. أبوك يعرف أبويا كل الزين، أبويا ما يدنق راس الأحد. اللي بيناتهم خلاف، يعني إحنا مو طرف بالموضوع أساسا. ما أدري، أنا مرعوبة.
اتوقع ابوك يسكن. البارحه كان كلش هادئ، بس اطمئني اني مستحيل افرط بيك حتى لو كان ابوي. اتمنى حبنا يمشي بلا ما يجرح. تصورين اني ما اتمنى هذا رفل. صدقيني ترى ابوي انسان شفاف وعاطفي، يعني مو هذا الغول اللي نعرفه اللي نخاف من عنده، بس هو يحاول يكتم عواطفه يصورها ضعف. نروح للمحاضرة؟ يلا. سيد كامل، مساء الخير. مساء الخير، يا اهلا وسهلا. شلونك ابو رفل؟ يا هلا ومرحبا، زارتنا البركه. اشكرك. اهلا وسهلا بيك. اشكرك. تفضل. البيت بسيط وعلى قد الحال. تفضل تفضل. يا هلا وبيك. يا اهلا وسهلا ابو باهر، تفضل استريح. اشكرك. يا هلا ومرحبا بيك. الله بالخير. الله بالخير. قهوة شاي؟ لا أشكرك، أشكرك كل شيء ما أريد شارب. ما شاء الله بعدك لي هسه أنيق ومرتب شباب. بس أنت كبرت عجزت. يعني كان المفروض من الأول أسمع حكايتك، بس فات الوقت، والظاهر فعلاً من شب على شيء شاب عليه. الحقيقة أبو رفل، أني جيت أحكي وياك بموضوع رفل الله يسلمها وباهر. وحسب ما عرفت من ابني أنه حضرتك تعرفه بكل الملابسات والمداخلات بخصوص هذا الموضوع. تقريبا باهر شرح لي كل شيء. إذن ماكو داعي أشرح لك كل شيء، بس أحب أقول لك فتشي واحد. كان بودي أجي أخطبها للبنية بنفسي، لو ما الحقيقة أني منطي كلمة. أنت تعرف حضرتك الولد والبنية شبه مخطوبين، والولد أخطأ، والحقيقة جيت بنفسي أني حتى أصلح هذا الخطأ. أفهم من هذا أنه حضرتك ما موافق على طلب باهر اصلا. ابو رفل، انت رجل مدرك وتقدر وضعي بشكل دقيق، يعني ارجوك تنسى اللي صار بيناتنا وحاول ان تساعدنا، حتى يعني ما اتخاجل ولي اهلنا. موضوع زواج رفل وباهر خطا، وخطا لعده اسباب انت تعرفها واني اعرفها. أرجو أن تعرف سيد كامل أنه أنا من استقبلت باهر هنا فهو كان بوضع صعب جدا. بعدين الولد إجا بطريقة محترمة. بعدين ترى أنا ما نطيت كلمة إلا بعد ما أسمع منك أنت بالذات. صحيح أنت أغنى مني يمكن بآلاف المرات، لكن الأصول والتقاليد عند الفقير وعند الغني تبقى وحدة. إيه هذا صحيح. أحب أقول لك فتشي يبدو لي مهم جدا، وبهالقضية هذه بالذات. إيه تفضل. إحنا ممكن أن نمنعهم حاليا وببساطة،
يعني أني أقعد بنتي بالبيت وينتهي كل شيء. لكن قبل ما أتخذ هكذا إجراء أسأل نفسي وأقول هل هذه البنية سوت شيء غلط؟ لا، هذا غلط أبدا. عاطفة البشر عمرها ما كانت غلط، والدليل بسيط. أنا عندي معلومات دقيقة عنك أنت بالذات. بشبابك أنت حبيت تماما مثل ما أنا حبيت، وهذه قضية مشروعة جدا. بس هذا أبدا ما يعني تتجاوز أشياء الحب. بخصوصية سيد كامل ما يوفرها الاختيار العشوائي، بدليل أنت دافعت عن بنت أخوك وما زلت تدافع عنها، لأن أنت على يقين هي تحبه لابنك، وهو هذا سبب وقفتك وياها. إي بس باهر ورقاء من مستوى واحد. المستوى؟ سيد كامل المستوى مسألة هينة. باكر أطلع للسوق وأشتغل بالتهريب وبالسوق السوداء، وبظرف سنة وحدة أتجاوز هواية مستويات. المهم المستوى الأخلاقي للناس، المستوى الأخلاقي سيد كامل. وإحنا والحمد لله ناس شرفاء وثيابنا طاهرة. إذا تحب امنع على ابنك، بس أقول لك ترى ما راح تقدر، حتى لو ساعدتك آني بكل ما أقدر له. ما يقدرون، بس ساعدني أنت وراح تشوف. أنت تعرفني زين، آني عمري ما حلمت بفلوس، وبنتي طلعت نسخة ثانية مني. وإذا تسألني رأيي فأني أقول لك أنا أتمنى أن ما أرتبط بأي علاقة بأي شخص يمت بأي صلة إليك. وأرجوك أرجوك أن تعذرني على هاي الحكاية. ما أريد أصطدم وياك عبد القادر، بس اللي أتمناه هو أن تساعدني. هاي أنت المرة الثانية طيلة حياتنا تجي لبيتي وتطلب مساعدتي. أول مرة رفضت، وهالمرة أقول لك للأسف ما أقدر. بس لأن أنا أحترم كامل الخازندار، ولأن أنت مهما أخطأت تبقى إنسان أصيل، فما أتمنى أشوف إيدك تلوي من أقرب الناس إليك، وما أتمنى أشوفك خسران يا كامل. بس عبد القادر أنا اللي أتمناه هو أن تقف على الحياد على الأقل. أني أصلاً على الحياة. طيب أني تسمح لي؟ بالمناسبة باهر يشبهك بأشياء وما يشبهك بأشياء، دير بالك عليه. سلمني على المحروسة. يا هلا بيك. الحمد لله زين. بيتكم كل زين ورقه بس يعني. اهلا اهلا حبيبتي. اهلا اهلا عمو، شلونك؟ شنو هالمفاجآت الحلوه؟ لا مفاجآت ولا كل شيء. انت وين يا ابي؟ ما حد يشوفك. ايش حالها؟ شوف شلون صايره. ومن يقول اصلا تخبل. تعالي قعدي سولفي لي اخبارك. متعشي ابو باهر؟ سوي لنا عشاء، بس خابريهم للبيت قولوا لهم انا راح اتعشى عندكم. زين عمو، شو عجب مريت اليوم؟ صار لك زمان ما مر. والله يا عمو المشاغل هواية، بس هذا المهم
انت خو ما زعلانة؟ بالعكس، هو حر. لا هو مو حر، بس انتهى كل شيء، واللي يريده راح يصير. الو هلو هلو رفول، هلو حبيبتي، شلون؟ زين طيب. لا 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 انا اصرف ان شاء الله. رفل حسبيها علي. مع السلامه. بابا رحت لهم مو؟ ليش عندك اعتراض؟ بابا ماكو داعي تحرجهم. اسمع اقول لك، مرت الاخ ما اريدك تشوفها ولا تحكي وياها، افتهمت؟ ما اعتقد هذا راح يصير بابا. شلون؟ انا راح اتزوجها. تتزوجها؟ تتزوج رفل بنت قادر جنقير؟ ابني باهر، ابن كامل الخزندار، يتزوج بتواحد حافي فقر؟ لا مو معقول ابد، مو معقول. يعني 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 قادر جنقير؟ لا انت تعرف هذا الرجل كان يصيد علينا، دائما يصيد كل اغلاطنا، رجل حاقد علي، مو معقوله. عمري ما كنت حاقد، بس مثل ما يسميها قادر وربع الفاشلين سموها طبقي. تعرف ليش؟ لأن ما يقدر يبوقوا يسموه برجوازي متعجرف. احنا صرنا وربينا هنا، بس هم تلونوا لبسوا ملابس غيرهم. أنا ما حاقد على قادر، بس قادر حاقد علي. تعرف ليش؟ لأن ما أمن بي ولا أمن بغيره. أنا أمن بناسي اللي هم لحد الآن يحافظون على قيمهم وعلى تربيتهم ومثلهم العليا، ولهذا السبب أنا ما أوافق. بابا يمكن تكون محق باللي قلته. أنا أعرف عنك بابا أنه أنت طول عمرك شريف وعصامي، هواي سمعت عنك يقولون قاسي ومتعجرف، هواي سمعت عن الخلاف اللي بينك وبين قادر، بس احنا بابا غير شكل، تفكيرنا غير شكل، زمننا غير شكل، لان ظروفنا اصلا غير شكل. هسه ما تحتاج تكون ابن فلان او من بيت الفلاني حتى تصير. هسه تجتهد تصير. كل الاشياء اللي ذكرتها هسه حاليا ما موجوده. الإنسان يقدر يصير قدر ويقدر يصير راقي. بابا أصلك صناعي، قريب للتجارة صحيح، بس حياتك غير نمط. وإذا رفضت أسلوب قادر فبابا أنا أحب أقول لك حتى قادر تغير، الحياة طوعتها. دولة ما يتغيرون، لأن هذا ما عنده غير الحكي. بابا أنا إيش رايد اللي عنده؟ ما رايد منه كل شيء، أنا رايد بنته. قلت لك مستحيل. بابا انطيني فرصة وانطي نفسك فرصة واعرف البنية. ليش أنت انطيتنا فرصة من طلبناها من عندك؟ هاي الشغلة تختلف. لا بالعكس ما تختلف أبدا. أنت بيع عائلتك وبيع بيتك، أنت حر، بس أنا مالك حكم علي. قلت مستحيل. ليش؟ ما اعرف، بس ما اقدر اروح. اكو شيء يعني ما اعرفه؟
لا اكيد ماكو شيء، بس انا محتاج ارتاح. ترتاح؟ اقول اخاف نازك مسمعتك في شيء. لا بالعكس، اصلا ست نازك هوايه تغيرت. اي فعلا انا مستغرب، هي وياك صارت غير شكل. يجوز لانه عرفتك كل زين. يجوز، بس هسه اقدر اسمح لك توصلني للشقه. زين بتغير الموضوع، كمل. هسه مو قلت لك كل شيء ماكو، ليش تله؟ دقوم وصلني فوق. يلا دقوم قوم، يلا 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 خلينا نعزل. قلت اللي عندي وانت حر. ما الله يخليك لسوي لنا طلعوه، هل ابنها يجوز منها؟ يعني اللي خلقها ما خلق غيرها؟ ثم هي بيش احسن من بنت عمك. وانتي ما تحبين تضيفين بعد وتحكين؟ هاني ما علي. شكرا، كنت اعرف هاي النتيجه، بس كنت احاول. حاول وياه بعد، عمو كامل قلبه طيب، أكيد أكيد يقتنع. ما تفيد بعد إن شاء الله، قفل وما يريد يسمع كل شيء. مشكلة هسه هم شو عليهم بي؟ أنا ما طالبة منهم شيء. باهر انت تحبها؟ ما اقدر بدون رفل، رفل الوحيد اللي اقدر اعيش وياها سعيد. خلي تفيدك، تزوج؟ ما اقدر، مثل ما تعرفين يجوز والدها ما يوافق، وبصراحة انا ما اقدر اتجاوز على والدي. تحب احكي وياه؟ ابويا وعرفه ما يقتنع. وين رايح؟ بعد وقت. والله ما أعرف. على كل، لا تقلقين. مع السلامة. وين راح؟ ما أدري. براحته. ايش بيه؟ مختلف، مختلف هو وعمو كامل. سيموت للرجال، ما وراه غير المشاكل. يا اخي ماكو مشكله، اتزوجها. اتزوجها؟ اي ايش قد سهله، متخيله سهله مو؟ طبعا سهله، اذا على ابوها فاني متاكد يقتنع. اي قنعة انت تقدر. ما لازم، تريد انا اجي وياك؟ أني ما أريد أحرجه، أنت ليش ما تفهمني؟ افهمني أنت بالأول، والدك إيش ما راح تسوي ما راح يوافق. لك بابا تصير مشكلة. أول والثاني تصير مشكلة، خليها هسه مشكلة بسيطة أحسن من ما تصير مشكلة كبيرة. مو سهلة، صدقني مو سهلة. ماكو شي سهل، ماكو. أني ما عندي اعتراض وما أريد أوقف بطريقكم، لكن شفتي بعينك شلون إجي لهنا اليوم وحملني المسؤولية وحاول يتهمني بأن أنا اللي مدبرها. إحنا ما نذنب بابا، إحنا وضعنا وظروفنا جينا لقيناها بهالشكل هذا، لا أنا اختارت وضعي ولا هو. أنا أفهم، بس كامل ما يفهم وما راح يوافق، لأن طول عمره ينظر للناس على أساس هم شياطين وملائكة، والشيطان يبقى شيطان والملاك يبقى ملاك. أنا بنيتي شو أقدر أسوي؟ ثقي لو أعرف هو راح يقنع كان أسعى له بنفسي، بس أعرف ما راح أحصل من وراه غير بس الإحراج. لا بابا ما أريد أحرجك، إذا باهر ما قدر يجيب أبوه لازم يلقي حل، المهم كرامتك. كرامتي محفوظة طالما أنت بنتي، بس أنا ما أريد أصير أناني وأحرمك. أنا بنيتي ممكن أتساهل لأن باهر إنسان محترم ويتحمل المسؤولية، وهذا جدا كافي بالنسبة إلي.
يعني موافق؟ أكيد، بس أريده هو يحاول بعد. ابنيتي أرجوكم لا تتسرعون. أني آسفة بابا، ما كنت أتمنى أخليك بهالموقف المحرج هذا. لا، المهم سعادتك ابنيتي. ما قدرت أقول له. شلون أقول له فتشي؟ أنا نفسي ما متأكد من عنده. ليش؟ يعني هواية أسباب والمفروض أنت تعرفيها. صدقيني أكو مئات الحالات نجحت واستمرت، وأيضا يعني أكو حالات فشلت. هذا حكي واثق، الواقع غير شكل. المهم عندي تصير شيء، يعني يصير عندك شيء. هذه قضية مو سهلة، يعني أنت تعرفين أنا مدير نفسي، ما أحب أشتغل جوا إيد أحد، يوم إيه وعشرة لا، يعني مثل ما تقولين عاد تساهيل. أعتقد إجا الوقت اللي لازم تباوع بيه على نفسك، يعني تشوف نفسك، تشوف احتياجاتك. لو أنت ناوي تظل هالشكل أحسن، لو المهم اسمي محامي أو تاجر. عزيزتي هي المحاماة يعني عبالك شغلة سهلة؟ يراد لي أدخل في الدورات وأشتغل ويا أحد، يعني ويا واحد بالمكتب، وأفتح لي عود مكتب، وفت 5 سنين أقعد وصافن إيدي على خدي عود يدق بابي أحد. لا تظلمها عاد، هذا الواقع. إيه طبعا، أو يا من تحكي ويا نازك. اسكت. اكو احد يمك؟ هذا باهر. ايه زين انا بعدين اتصل. مع السلامه. هسه وقتك؟ مو كنت نايم؟ هسه بدا وقت الشغل. قاعد تحكي جديات انت؟ شنو ده شغلك لعد؟ لك نازك؟ ايه نازك. نازك الاستاذ؟ ايه نازك. شبيك؟ شبيها؟ ايه خد علاء شبيها؟ بصدني واثق. شكو واثق؟ عيب لك. هاي لك هاي اخت علاء. علاء اخونا. إيه؟ يعني نازك اخوتنا. ما ادري وين انا شو مسوي. ترى انت رايح بالغلط، الشغله غير شكل اخويا. لا انا اعرفه كل زين، انت رتيت تستغلها مو عارفك. انا اقول لك لا تحكي لي بالمواعظ بالله، هي بدت وياي بالاول. شو بدي اقول لك؟ اتذكر شغله واحده زين واسمعها من عندي. نازك اخت علاء وعلاء اخونا. أخاف أشوف نازك أنت بنية لطيفة وحلوة، بس أتذكر زين نازك وصلت لهاي الشغلة بإيديها وبتعبها. افتهمت؟ روحها طلعت عما وصلت وربت علاء وسوتها رجال. باهر بارتر، التجارة خسارة وربح، وأنت أكيد راح تغير رأيك في يوم من الأيام لما تكون الصفقة رابحة. أكيد راح تشوف. يلا انا راح اطلع وتبقى هنا. الله يبارك. زين هلا بار. الو الو نازك. ايه راح بار. ايه وهسه بعدين علاء ما يتدخل بهاي الشغلات.
أنا مو صغيرة. ما يهمني اللي يقولوا، المهم أنت تقتنع. تستغني شنو؟ أقول لك علاء ما يقدر يتدخل لأنه أنا اللي مربيته. شوف واثق شغل داري اسمعني بس أفهم محرجة بس. منو هذا؟ علاء شلون تدخل علي بهالشكل هذا؟ أقول لك منو هذا؟ أخابر بعدين شي ما يخصك. يخصني شنو؟ دا أقول لك منو هذا؟ علاء علاء اتأدب وأطلع برا. واثق مو شكل؟ لا مو واثق. لا تكذبين، سمعتك بإذني هاي واني واقف ورا الباب. تتجسس علي علاء؟ علي؟ مستحيل، انتي نازك؟ هذا الصايع الحافي؟ علاء علاء احترم نفسك. خابري خابري قدامي اذا كنتي ما تكذبين. خابري خابري تأدب تأدب علاء تأدب. انتي نازك استنى علاء. شلون هو فت خلفه؟ المهم دبرت حالها والزوجة لقت فرصة وانتهت. طبعا هلا برو هاي وينك؟ هلا وين؟ جيت جيت عقيم لا تغلط ها؟ هذا على كيفكم مرة فلا طلعوا برا كذب حك اليوم. سئلة سئلة صديقنا المحترم الما كان يخابر بالليل؟ تقصد نازك أختك؟ سئلة 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 الصديق اللي دخلت بيتي. علاء أرجوك تهدى حتى تسمع مني. شو اسمع؟ يقول لي اسمع شلون تريد تستغل وضعها؟ لو شلون تجرأت علي وعلى بيتي؟ علاء من فضلك اسمعه، احتمال عنده حق. أي حق هذا؟ هو ما خلى أي حرمة للصداقة. علاء أنت غلطان، بيتك وأنت ونازك على راسي. أنت فاهم الموضوع كله غلط. غلط؟ لا تليفوناتك بنص الليل شنو؟ اولا ست نازك انسانه محترمه وحبت تساعدني، ثانيا اختك انا احترمها واقدرها، فهمت؟ لا تتجاوز حدودك واثق. اختي ما تدور واحد صايع مثلك. لا لا تغلط. هسه تفهموا بلا غلط. شنو؟ صاير شيء؟ لا ما صاير شيء، يعني بيناتهم يصالحون يتعارفون، يعني ايش قد حلو. واثق ولا رد علي؟ اكيد ما يرد علي، تعرفين ليش؟ لان هم اصدقاء. تعرفين شنو يعني اصدقاء؟ يلا. وهذا كل اللي صار. صدقني بروف انا الباحث اللي عرفت واتفقت ويا واثق ينهي القضيه. على ارجوك تفهمني ترى اني مالي يد بالشغل. شوف لو اي واحد مسويها غيرك كان ممكن بس انت لا، لان انت تعرف نازك كل زين واني حاكي لك عنها تدمر حياتك تدمير. يدي خليها ستام ما قصرت. شو راجل ضربتني من وجهي من نتعارك نطلع عيوني على الراك. يا اخي سالني قل لي. شوف تراني ما خايف على نازك لين نازك اختي واعرفها كل زين تطوي عشره مثلك بس بشغله الفلوس لا هذا كل شيء ما تحصل منها. ما بجد تحكي انت اصلا انت فاهم الموضوع كله غلط. معقول انا اخونك اخون صديقي واخوي وحبيبي انت فاهم غلط؟ علاء صحيح واثق التمام السوي مستحيل تخون صاحبك مستحيل. ورقاء أنا بعد ما أقدر أتدخل بهاي الشغلة لأنه بابا مصر على رأيه وباهر مصر وأنا متأكدة لا هذا راح يغير رأيه ولا هذا. ليش عمو ما وافق؟ شلون يوافق؟ بس ترى باهر يحبه. حب إيش أنتي اللخ؟ أنتي ما مصدقين بهاي السوالف؟ ميادة لو باهر ما يحبها ما أصر عليها هلقة. شفتها مرة بكليتهم شلون لسان هذا أخويا فقير شو معرفه بسوالف النسوان. لا تخافي باهر ذكي بس بابا اول وتالي ايضا ما راح يوافق.
معقولة؟ معقولة عمو ما يوافق؟ بنتي ما يوافق، والله ما يوافق، قلت لك مستحيل. هسه شوفين. نهائيا يرفض ولا يقبل، هاي قضية تخصه. بصراحة أنا ما أقدر أعيش طول عمري تعيس على مدرضي. باهر هذه قسوة منك، اهدأ شوية حتى نقدر نفكر ونعرف شلون نتصرف. يعني أنا ما ممكن أكسبك على حساب أهلك. أنا صحيح أحبك، واليوم اللي ما أشوفك بيه أحس جزء مني معكم، بس لازم نلقي حل. حل؟ شو تقصدي يا مفل؟ قصدي نفترق. أنا قاطع مليون سنة جاي على المد حتى أشوفك، تعرفها تقولي لي نفترق رفل بهالبساطة؟ صدقني ما ممكن أي شيء بالدنيا يخلينا نفترق. لأن أنت صحيت بيه وهاي الأشياء، أنا كنت عبارة عن كمبيوتر مبرمج بس يخزن ويبرمج. أنا أكبر يا ريت رفل، هذا حلم. وحتى ميضي لازم تتأني شوي. تأنيت هواية، تأنيت صدقيني. حتى لو انتظرنا بعد هواية همتي ما راح يوافق، أبويا وأنا عارفة. قلت مستحيل يعني مستحيل. وإلا شنو قصدك؟ تفضحني قدام الناس؟ بابا شنو وجه الفضيحة بالشغلة؟ بابا إن شاء الله ما بيها شيء، البنية من أحسن بنات الكلية. وبصراحة أقول لكم، أنا هالأسبوع تخلص الامتحانات، وإذا ما سوي شيء البنية تضيع من إيدي، زين؟ إلى حيث. عم أرجوك اسمعني، حضرتك حكيت هواية بهذا الموضوع وكلكم صرفتوا بيه. بس أنا ما حد ناقشني وما حد ناقش باهر.